من اللي راح يطلع بيستخدم لنا القوى العامله؟ من اللي راح يطلع من المعادله مالتنا؟ مانجمنت. مانجمنت 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 قوى عامله، كلهم قوى عامله. يطلع منه زائر الموقع فيزيتر جاي للموقع، هو مو قوى عامله، يجوز عنده هيك مراجعه جاي ياخذ شيء من الموقع. على المشروع مثل على المشروع عن ممكن ما يكون موضوع لأن المباور يعني يصير ضغط فيها. أنت برأيك من المباور هو يصير بإيده؟ لا اللي يكون خاص بالبروجكت، كل بروجكت إلى مباور خاص فيه. بالتالي الناس شراف عليهم. ما في مباور ما يمثل في سياسة وكإدارة، ممكن هو اللي ناقش. نعم. مثل الفيزيتر. نعم. مثل الفيزيتر. لذلك. احنا هنا استخدمنا كلمه بيبل حتى تكون عامه اكثر ما نستخدم المان، لكن هو بالاساس 5 امس ويضاف لها الاي الخاصه بالانفايرمنت. اوكي، اذا الشرائح السته هي بيبل او مان باور، ماشينري، ميثود، ميجرمنت او مانجمنت، والماتيريال والانفايرمنت. كل واحد من ذولي له اسهام بالحال، كل واحد من هاي الشرائح السته له مشاركه بالحال. اوكي، فراح نجي على شريحه شريحه ونحلل كل واحد منهم مدى مشاركته في وقوع الحال. اول شريحه هي البيبل، الناس او المانتور. تتوقعون شلون شاركوا بالحادث؟ انسيف اكت عظيم، اشكرك. انسيف اكت لان الحادث ما يصير اذا ماكو بيبول، مو هيك؟ واذا اكو بيبول شلون يصير الحادث؟ انسيف اكت البارحه اخذناها، اللي هي كل التصرفات الغير امنه او التصرفات الغير مسيطر عليها، التصرفات الخاطئه هي اللي تؤدي للحادث. فماكو حادث يصير وحده اذا ماكو عامل بشري، يعني سواء بشكل مباشر او بشكل غير مباشر، لازم اكو عامل بشري بالموضوع. يلا صار عندي الحادث، والبنايه تتركها انت وحدها ما يصير بها حادث البنايه. اصلا ما يصير ريسك. ما يصير ريسك نهائيا، يشوفون بنايات عمرها بالعراق 6000 سنه. باقي بنايات عبارة عن آثار ما يصير فيها حادث، لكن يصير حادث لما يتدخل البشر، يكون أكو إنسان موجود بالموضوع بشكل مباشر أو غير مباشر يصير حادث. ماشينري، وين المشكلة بالماشينري؟ unsafe conditions. عظيم، أشكرك. unsafe conditions بالماشينري قد يكون measurement والmanagement. المشرمنت وين تلقوها يا شو؟ احنا اتش اس اي، قبل لا تجاوبوا تذكروا احنا اتش اس اي. اي صار عندنا احد المشاريع. نعم. تنفيذ بايلوت. نعم. هاي يعني قبل اي مشروع لازم فاونديشن اوكي، لازم تنفيذ بايلوت. تنفيذ البايلوت، ما عملية التنفيذ البايلوت ما قاعد تنجح اكثر من مره يصير سقوط انهيار البايلوت داخل الارض. نعم. فاللي طلع انه ماكو شيء اسمه سولر تيست، لازم يسوي فحص للتربه قبل لا تنفذ هاي حتى تعرف التربه ايش قد تتحمل. اشكرك. هذا واحد من المجرمنت، بس اكو عندنا بالاتش اس اي اكو مجرمنت احنا كنا متفقين عليها بالاتش اس اي. مثل شنو؟ نسبة التعرض الى غاز H2S ايش قد النسب؟ صح لو لا؟ ايش قد مسموح تعرض الى غاز H2S؟ هاي مو مجرمنت. شنو المجرمنت اللي عندي هنا؟ عندي الوقت، ايش قد اقدر اتعرض الوقت، وبعد شنو عندي؟ الكمية اللي اتعرض لها، صح لو لا؟ سرعة الرياح، درجات الحرارة. اشكرك، سرعة الرياح، درجات الحرارة، بعد شنو عندي؟ الحفر، الأعماق اللي بالحفر، يمتى تكون آمنة ويمتى تكون العمق يجي يصير خطر، صح لو لا؟ السلالم، ايش قد الحد الارتفاع؟ عظيم، اشكرك. هاي كلها هاي مجرمنت احنا نحتاجها. فلما يكون اكو مشكلة بالمجرمنت او مخالفه للمجرمنت راح يصير عندي الحادث. شخص يتعرض لفتره طويله لكميه كبيره من غاز H2S اكثر من الحد اللي احنا سامحين به، راح يصير حادث، قد تكون اصابه، قد يؤدي الى الوفاه.
ايضا عندي بعد منه الماتيريال اللي انا استخدمه. لا تنسون الماتيريال اكو بيها الكيميكالز اللي انا استخدمها. الكيميكالز ايضا بيها مخاطر، ولازم يكون انه انا محقق كل شروط السلامه فيما يخص استخدام الكيميكالز. ايضا بالماتيريالز انا يصير عندي انسكابات بالبطل. بعد شنو اكو انواع من الماتيريالز مثلا المستخدمه فرضا بالالات نفسها. اكو الات بيها ماتيريالز من مناشئ غير جيده، مثل ما البارحه حكينا احنا حكى الاستاذ على الهوك اللي مستخدم عمليه الرفع. مو هذا هم ماتيريال صار صح؟ الاكسسواريز بصوره عامه، الاكسسواريز بصوره عامه انه تجيبها من مناشئ رصينه ومفحوصه وهو الى اخره، واكو تجيب من حديد اهين باي لحظه يسبب لك مشكله. على فكره احنا الفيلم اللي راح نشوفه، الفيديو اللي راح نشوفه يخص عمليه الرفع شبيهه بالاشياء هي